اولا المغرب كي ينجح الاستقرار ديالو بالتقدم في الاصلاحات. ما كاينش تناقض بين التقدم في الاصلاح وتعزيز الاستقرار، بالعكس الاستقرار اللي تميز به المغرب الان وجعله قوه، جعل المؤسسات الدوليه ديال الاستثمار كتحافظنا على التصنيف الائتماني، جعل مؤسسه تحدي الالفيه كتدفع المغرب باش يمشي للخطوه الثانيه، جعل البنك الدولي في مناخ الاعمال ربحوا 10 ديال النقاط، جعل صندوق النقد الدولي يعطي يمدد لنا خط الوقايه ديال الائتمان، جعل مؤسسات معتبره كتقول الان عنصر القوه للمغرب في الاصلاحات هو الاستقرار. لهذا بالنسبه الينا الرؤيه واضحه، غادي نخوضوا الاصلاحات الكبرى اللي جزء منا بديناه بناء على الرصيد ديال 2012 2013.